أنهى وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات وسعادة العضو السيد نوار علي المحمود مشاركته في المنتدى البرلماني الاقتصادي الأفريقي العربي ضمن رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي، والتي عقدت أعماله في العاصمة المغربية الرباط. وشهد المنتدى مناقشات بين أعضاء المجالس التشريعية في الدول المشاركة، حيث أكد وفد مجلس الشورى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام التعاون الاقتصادي في العلاقات الإفريقية العربية. واستعرض وفد مجلس الشورى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما تركز عليه من وضع السياسات المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. وللحديث حول ختام أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الأفريقي معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة السيد نوار علي المحمود عضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة العضو. مساء النور، أرحب بكم بالسادة المشاهدين. يعني لو تطلعنا بس على أبرز النتائج التي خرج بها المنتدى بعد النقاشات التي استمرت على مدى يومين وما يعني تم تقديمه من قبل مملكة البحرين في هذه الفعالية المهمة. نعم، وفد البحرين شارك حقيقة يوم أمس وكذلك اليوم في المناقشات والمداخلات الإيجابية والقيمة اللي تم التأكيد من خلالها على تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطبين العربي والأفريقي لما له من أبعاد اقتصادية إيجابية لشعوب المنطقتين، خاصة لتحقيق الأهداف التنموية ومنها الأمن الغذائي وخفض العجوزات في الحساب التجاري. كذلك تم التأكيد على صوغ مبادئ رئيسية لقيام شراكة اقتصادية تنهض بالنمو الاقتصادي للمنطقتين. وتم في ختام أعمال المنتدى وضمن البيان الختامي الإعلان عن تأسيس الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، وكذلك الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم العربي، وبذلك بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية لضمان المتابعة الجادة والمستمرة. ختاما أكد المشاركين على جعل هذا المنتدى اللي يعد الأول من نوعه إطار للعمل المشترك بصفة دورية من أجل تعميق النقاش وإيجاد الحلول والأجوبة للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تواجه المنطقتين العربية والأفريقية. نعم. من الرباط سعادة السيد نوار علي المحمود عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.